متتبعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. بداية عيد مبارك سعيد. خلال كل تجربة جماعية تتم التأكيد على أنه حان الوقت من أجل الاهتمام بالمقاطعات المحيطية بمدينة الدار البيضاء، ولكن مع توالي الأيام وتوالي الشهور وتوالي السنوات يظهر أن هذا مجرد حلم الأحلام الجميلة. صحيح أن المنح المخصصة للمقاطعات ارتفعت مقارنة مع التجربة الأولى اللي كانت في 2003-2009، ولكن هذا الآثار تاع هذه المنحة والآثار تاع الاهتمام بهذه المقاطعات باقي ما دارش المواطنين بشكل كبير. في هذه الحلقه غادي ناخذ نموذج مقاطعه بلمسيك ومقاطعه سباته، وغادي نستضيف في هذه الحلقه من اجل مناقشه القضايا التي تعرف هذه المقاطعتين كل من السي حسن القفيش عضو مجلس مدينه مقاطعه بلمسيك. سي حسن مرحبا بك. السلام عليكم. شكرا سي عبد البوستا، كذلك مبارك وشرك الجميع ليك والاخوان وكافه ساكنه المغرب. وايضا نستضيف السي عزيز مومن المنسق الاقليمي لحزب الحركه الشعبيه بعماله مقاطعه بلمسيك. سي عزيز مرحبا بك. شكرا استاذ بوستا، وبارك عواشركم ومبروك عيدكم، الله يجعل هذه الايام تكون مباركه سعيده. مرحبا بك. بدايه سي حسن القفيش، انت كنت عضو مجلس مقاطعه او عضو مجلس مدينه الدار البيضاء خلال النسخه الاولى من تجربه النظام وحده المدينه، وكما قلت في التقديم دائما يتم التاكيد على ضروره الاهتمام بهذه المقاطعات المحيطيه. بدات السنوات طويله تقريبا حدود 20 سنه على التجربه تاع نظام وحده المدينه، واش يعني تتلمس بان كاين الاهتمام بالمقاطعات المحيطيه خاصه اذا تكلمنا على مقاطعه بلمسيك؟ واش تشوف بان هذه المقاطعه استفدت من هذا النظام وحده المدينه؟ بالفعل استفدوا، فعلا مقاطعه بلمسيك استفدت رغم من قل المنحه اللي كانت قليله في 2003 حتى 2009 اللي كانت تقريبا 300 مليون، هي تقريبا من هي والسباته هي من المقاطعات الاخرين اللي ما تاخذوش مزيان، ولكن من بعد 2009 طلعت ودابا اكثر. دابا الان ما كاينش مشكل مادي. شحال تقريبا من حل اخر مخصص للمقاطعات؟ الان مليار و700 مليون. لكل مقاطعه ولا لا؟ كل حيده مثلا سيدي بلوز كثار وسيدي لا لا بلمسيك، نهضروا على بلمسيك. سباته وبلمسيك مليار و700 مليون. مجموعين فيها مليار. لا كل وحده بوحدها. كل وحده بوحدها. كل وحده بوحدها. يعني من حال ترتفعات يعني بزاف. لا مرتفع، خصهم يخسروا الفلوس. وكاين الاثار تاع المنحه على مستوى الواقع، على مستوى المشاريع، على مستوى. نقول لك شي لا كاين، كان الاثار، ولكن الان دابا ما نقدرش نقول لك، ما بحال ما بقيناش فين نخسروا الفلوس. نعطيك مثال، دابا اذا سولتينا كواحد الانسان تيسير في جامعه مقاطعه بلمسيك، انا كنائب رئيس مقاطعه بلمسيك، الا قلت لك دار شي مارشي من النهار طلعت لدابا نكذب عليك. انا ما عرفتش شنو جاري بلمسيك. انا كنائب، انت نائب، كنائب تنجي نحضر في الاجتماع ديال المكتب والاجتماع ديال الدوره وتمشي في حالتي. لا نرجعوا لهذه القضيه انه نائب رئيس وكما اخبروا حتى شي حاجه. سي عزمون، انت واش تلمس بان كاين شي اثر تاع الاهتمام بهذه المقاطعه تاع المحيطيه؟ اولا ترحب حسن القفيش قيدو من المنتخبين بمقاطعه بلمسيك، وترحب بالغيره ديالو اللي في المقاطعه الحمد لله، والتتبع منذ 97، ولكن ملي جات وحده المدينه من 2003 كنائب رئيس، من 2003 كان نائب رئيس 2009 ونائب رئيس 2015، وعلى الغيره تيتكلم بها 2015 2021 2020. ولكن ملي تيقول تنشوف تنسمع السيد النائب رئيس تيقول لك انا كنائب رئيس ديال مقاطعه بلمسيك وما عرفش شنو هو المارشيات اللي تيدوزو والصفقات اللي تيدوزو، ما بالك اللي غنكون انا كمتتبع وكمنسق ديال واحد الهيئه اللي بالمناسبه حنا في الهيئه ديالنا حزب الحركه الشعبيه في المعارضه، ونمارس اليوم الدور ديالي كمعارضه على مقاطعه بلمسيك وعلى مقاطعه سباته. الدور ديالي المعارضه ماشي من اجل المعارضه، ولكن كما قلتي بهذا الملموس انا تنشوف مقاطعه بلمسيك ولا مقاطعه سباته ما كاينش الاستثمار في البشريه، كاين استثمار في الحجر. تنشوف هنا كاين بعض الشوارع اللي يلاه تصوبوا باقي ما فاتش المده ديالهم ديال 3 سنين 4 سنين ودابا تيتحرسوا هذاك الشيء، وما تعرفوش البلاكه اللي ديال المشروع واش ديال مجلس المدينه ولا مجلس المقاطعه، هذاك الشيء تيكون غامض. انا بالنسبه لي هذا عزيز مون اشار واحد النقطه اللي هي مهمه واللي تيشكاو منها السكان تاع او بعض السكان تاع مقاطعه بلمسيك وسباته، لان يعني ما كاينش التواصل، ما تيعرفوش اش واقع داخل هذه المقاطعه ديالهم. اي بالفعل، تنقول لك انا النائب رئيس ما عرفش كيفاش غيعرف المواطن او اللي يعرف المجتمع المدني. نعطيك مثال، دابا سي عزيز اللي هو صديق ديالي ودوزت انا وياه، نقول لك دوزنا العز في المجالس ودوزنا في ما غاديش نتنكروا. الان دابا هو مسؤول على الحزب ديالو ديال الحركه الشعبيه على مستوى بلمسيك، تيتحل اكثر منا حنا على مواقع التواصل. دابا تنشوفوا، دابا ممكن ما تنشوفوا، دابا حسن ما يمكنش تقدر تشوف شي بلاصه دابا انت الا ما اتصلت بي هاتفيا ولا شي حاجه. انا الا عطيتني دابا سولتيني ما نقدرش نجاوبك، هذا الحقيقه. الوقت اللي كنا حنا كنت في المكتب، كنا راه السيمون كان معنا، ما كانش معنا في المكتب،
في المجالس كل تقريبا دوزنا، ولكن كنعرف كل شيء. تيجي رايح معنا من الكتاب ويعرف كل شيء فاهم كل شيء. انا تنقول لك تندير اجتماع غندير الدور نهار فلان فلاني لا اقل ولا اكثر. بالمناسبة اسمح لي نقطع كاسي اثر حتى الاجتماع ديال المكتب كما قال سي قفيش ما عمري سمعت شي اجتماع ديال المكتب تيداو بالسبت. انا بغيت نعرف علاش تيداو بالسبت. انا كمتتبع تيداو بالسبت ما عرفتش انا ما عرفتش انا انا سي حسن خصي الرئيس انا ما تيستدعي تيقول لي عندنا اجتماع نهار السبت ويدعوا راه عندي بزاف ديال المهام انا عندي في الجامعه وعندي خارج الوطن انا تنتقبل انا بحكم ان نائب الرئيس كنجي نقول لا تيقول لي اجي ولقاو ندير خصي الدار الاجتماع ديال المكتب الدار داخل المقاطعه تجي ندير الدار المقاطعه انا ما عنديش اشكال باش ما تسماش انا تندير واحد العرقله ولا تندير شي حاجه انا بالنسبه لي تندير ولكن حنا جينا من اجل باش نخدموا السكينه ما جيناش باش نجيو نسدوا على بعضياتنا انا مثلا نقول لك حشومه عليا تسولني نقول لك ما عرفتش شنو تجرى في المزيك اما تنكذب ولا ما نعرف خلا واحد قال لك مكفي عليه شي حاجه اخرى هذا سؤال هذا راه مشكل هذا واخا دابا السي حسن قال بغيتي تقول شي حاجه بغيت نقول بالنسبه ليا كمتتبع وك كمنتخب سابق تنشوف دابا بعض المنتخبين جل المنتخبين في سباته وبمسيك ما بقاوش منتخبين تيجيبوا المشاريع المناطق ديالهم ولا منتخبين سخاره ولا منتخب يبارك لك بالمقاطعه تيتلقى المواطن اش خاصك اش هادي وش هذا ولا نقل الاموات هادشي اللي كاين دابا منتخب باش هاد المنتخبين تعيط لهم دابا كما قال السي حسن قفيش هو نائب تجيب منتخب تقول شنو هو الميزانيه ديال المقاطعه شنو الدور ديال المقاطعه شنو الدور ديال المنتخب ما تعرفوش المنتخب راه هو خصو يجيب المشاريع للمنطقه ديالو ماشي مشاريع ديال الزفت وماشي مشاريع ديال الشجير مشاريع للتنميه ديال البشر احنا فهمتي انا عطيك المقاطعه الوحيده في الدار البيضاء اللي ما عندهاش اسواق نموذجيه الوحيده اللي هي بمسيك ما عندهاش سوق نموذجي تحدد السيد العدي عين الشقيه جارتي عندها سوق نموذجي سيدي عثمان عندها سوق نموذجي سيد الفيده اللي عندها الضيق مع رغم الضيق ديال معدل المساحه وعندها القريعه وعندها سوق نموذجي عندنا تمشي لجميع المقاطعات عندهم اسواق الكبرى كمرجان كاسيمه احنا ما عندناش اسواق النموذجيه طرحات في الدوره الاخيره تاع مجلس المقاطعات بالمسيك علاش ما تتفكروش ديروا اسواق نموذجيه؟ لا اولا كاين ولا عقاري كاين المشكل ديال الارض دابا هذا فيها مشكل هذه الاولى وثم كما تنقول لك على الاقل الرئيس خصو يتصنت للناس اللي معاه انا مثلا تنخدموا حنا كجماعه ممكن نتفقوا ونقلبوا ان بالمسيك مثلا درنا واحد العدد ديال المشاريع لكن السي حسن انت داخل في المكتب المسير واش عمرك طرحتي لا داخل الاجتماعات تاع المكتب المسير واش عمرك طرحتي هذه الفكره تاعك طرحنا هادشي واحد عده مرات نعطيك مثلا دابا غير السوق ديال افريقيا بوحدو السوق ديال افريقيا اللي ودا تقريبا عنده اكثر من جا 35 سنه حنا باقيين صغار كان في الزنقه وتحولت ما الدار دابا تما غوت تشبعت انا في المجلس اللي قبل من هذا كان تحرق واحد الوقت ذاك السوق دويت مع السيد العام قلت له شنو خصك؟ خصني 60 مليون باش نعاود لك اعاده لك هكذا جبت له 100 مليون لحد الساقه باقى 100 مليون محطوطه بدعوى حق قال الارض ماشي ديالنا غتحول شي بلاصه دابا فين وصلنا دابا وصلنا عاود المشروع غيطلع ذاك السوق ديال افريقيا بمليار و200 مليون انا بغيت يتصوب غير هكاك لكن دابا راه غيدار وراه الجامع غادي يبعد شويه على السكينه وغيدار بمليار و200 مليون اش غيدير ذاك السوق؟ ولكن عندنا الاولويه السي حسن في سوق الاسواق النموذجيه عندنا سوق حمام فن اللي حابس طريق حابس قدام مستشفى وعندنا كاينه مدارس تما مدارس ديال عتيقه كمدرسه التهذيب ومدرسه حي الجماعه وعندنا الاسواق ديال المسعوديه من الاولويات ولكن السوق اللي ذكرتي دابا هو اللي كاين حدا قرب مدرسه تاع التهذيب هذوك من الاسواق القديمه في المنطقه غير مهيكله لكن لا على السي حسن الله يجزيك بخير لكن نهيكلوا وحنا مزيان على حبنا لا خديتوا الفكره كمكتب بانكم ديروا اسواق نموذجيه كاين مشكل وعاقل كاين ولكن كاين حلول مثلا شي الحلول من غير هذاك السوق افريقيا كاين حلول مثلا كاين وسط الحديقه مثلا العربي البناي وهذا ناخذ واحد 50 محل وسط تجيو تبقى جرده مزيان يكون سوق وحده جرده نجيو لزقه سعيد بن صالح يكون حتى هو يكون فيه شي محلات نجيو وحده السبيطار اللي كاين دابا عندنا مشكل الحيط ديال اللور حتى هو ناخذ منه 41 محل نجيو للجرده ديال الاتصال اللي كاينه على الباطيمات تما تاي ندوز هذاك حنا ما غنقولوش حنا غنديروا السوق باش غنسدوه غننظموا داك البائع الجائن هذاك البائع الجائن ما حسن يكون عنده واحد البلاصه وفيها كرامه ولا شي بلاصه ما فيهاش كرامه هذا شنو هو الكرامه واش انا عليك بالله انا عارف انا عندي فانا ولد حمام فن ولد سباق حمام كاين الناس البائع الجائنين تما خدامين عندهم اوصال ومقلين وليداتهم ولكن غدا بعد غدا ملي غتجي واحد يحسوا بالامان يحسوا بالكرامه كرامه الكرامه تجي غدا واحد البنيه بنتك خدامه غتزوج عيب تقول بابا انا خدام مزيان
ولكن باش تقول لي انا عنده كاروسه تجي شويه هذاك، ولكن يكون عنده المحل. احنا ما عندناش شي بنسيك، ما عندناش كرامه، شي حاجه تحس بهذا المنتخبين منهم كمنتخب سابق ما تنخدموش العقليه. واخا جابت اسواق النموذج السي حسن، المشكل عاوتاني مطروح في بنسيك وسبات هي قضيه الملاعب، يعني تفتحوا بزاف تاع الملاعب، واش هاد الملاعب علاش ما محركيش؟ ناخذ غير مثال تاع ملعب محمد في سباسه، يعني تعطلت فيه الاشغال بزاف. دابا المهم بالنسبه لتتكلموا على اسواق النموذجيين، نعطيك مثال، هضرنا على الملاعب اختنا صح. لا غير نكمل لك، انا فكرتني في الملاعب. دابا انا مشيت لشي دوله اوروبيه عندهم تيران تيلعبوا فيه الدراري، الوحده تيجي السوق تيدار فيه من 7 الصباح حتى الوحده، تيطوى داكشي اوتوماتيك وتيرجع ملعب الرياضي استغلال الفضاءات، وفي الليل تيرجع باركينغ استغلال الفضاءات. اذا خصنا غير واحد المجهود خصنا نقوموا به، ولكن السؤال مطروح شكون غيتصنتلو، شكون غيدوي معاك، شكون اللي غيديها فيك. انا تنقول لك الان دابا انا كنت في واحد الجامع، دابا راه للاسف تنتاسفوا مع من غادي تدوي، راه حنا رجعنا اللور بزاف. المغرب فاش كان خصو يتقدى وحنا رجعنا اللور بزاف. ملي تنتكلموا على الملاعب كاين واحد العدد ديال الملاعب، نعطيك مثلا ملعب دابا اللي في جميله، هذاك ممكن يدير فيه سوق نموذجي، هذاك علاش ما يديرش هذاك العقل تي اس سي صوبات محمد الخامس. نعطيك مثلا هذاك الوسيع اللي كان قدامنا حنا خصو يدير ديما السوق نموذجي موقت باش تير كان الارض ديال المها فيها مشاكل حنا نستغلوها لان ديال موليها، ولكن حنا ما استغلنا، حنا ما استغلناهم ولا استغلنا حتى واحد. هذا مشكل مطروح بالنسبه للسوق النموذجي. نعطيك مثلا دابا بالنسبه للملاعب، ولكن سي حسن عندكم مشكل في الوعاء العقاري، عندكم مشكله في الاسواق النموذجيه، ما عندكمش الملاعب ديال القرب، حيت الملاعب القرب تديروا اليات انتخابيه وتعطيو للجمعيات كجمعيه ديال الموظفين شاده ما تعرفوش الاموال ديالها. هو دابا اقترح فكره جديده، قال لك فكره اخرى، قال لك على استغلال الملاعب تاع القرب يكون ونديروا اسواق النموذجيه. انا ماشي فكره ديال سي حسن، ما خصوش يجي يعطيني فكره، انا سي حسن خصو يجي يقول لي انا كمكتب كمجلس ديال المقاطعه ديال بنسيك اش غنديروا؟ الفكره خصني نقولها انا اللي في المشهد. انا ما نقدر ندير حتى حاجه. انت تقول لي زامبيلانس تري زامبيلانس خطا تيسول فيها، ما بقى دابا كلشي مصوب. المنتخب اغلبيه المنتخب نتحدى شي واحد ما فيهم انا يعرفوا التقن الداخلي يقراوا عليك دابا الان تقول الحقيقه خاصه نقول واخا خاصه نقولوا. اذا المشكل اللي كاين دابا هو ماشي مشكل تاع فلوس، مشكل تاع افكار، ماشي مشكل هاد النظام، مشكل التيير والطريقه اللي خصنا نتعاملوا به، ما كاينش. خصنا مثلا نعطيك مثال، دابا السيد الرئيس عنده لا انا ولا بزاف، كاين بعض المقاطع اخرين، حنا 4 ديال النواب على الاقل خص واحد يكون عنده يسير واحد مؤسسه من واحد القطاع من القطاعات. حنا ما تنسيرو حتى حاجه دابا الان، كاين واحد الفوضى مطلقه. حنا السيد الرئيس هو قاد يسير الله يعاونه، ماشي شغلنا حنا فيه، وباغي يسير الرياضه وباغي يسير الصحه وباغي يسير الموظف، ما كاين اشكال. ولكن المشرع النهار تيقول لك الرئيس والنواب، معني راه ما كانش جاهل، كان عارف شنو تيقول. تيقول معيت الرئيس تيتسموا هادو تيعاونوا تيتسموا هذوك مساندين الرئيس على حساب الكثافه السكانيه، هما اللي خصهم يديروا على حساب يكونوا النواب. حنا نعطيك مثال دابا، انا ما الا مشينا للدريسيه حدانا هنا تدخل دابا تلقى البيرو ديال الرئيس فيدا بقاش الدريسيه، تلقى البيرو ديال الرئيس وتلقى البيرو ديال النواب كله بسميتو وبالكاتبه ديالو بالاجهزه ديالو كامله. حنا الان الا دخلتي دابا تدخل تدور بحال برا، الا جا معك شي مواطن عادي مثلا تدور انت وياه خصك ما تلقى حتى فين تبرك، ما عندكش المكتب ديالك، ما عندكش تبرك، وتيقول القانون ما خصكش تمشي لشي مصلحه، ما عندكش الحق، انت منتخب جنه الدورات. انا واخا نائب تيتفرض علي تيطبق علي نفس القانون، انا نائب الرئيس حقيقه، ولكن ملي يكون عندي تفويض حتى انا ما خصنيش نفوت ذاك الحدود ديالي يعطيني فيها التفويض. انا مع التفويض تفقد، اذا انا بحال تما اش ندير دابا؟ انا غير نائب تنتخلص والاخر ما تيتخلصوش لا اقل ولا اكثر. دابا اذا المشكل ماشي مشكل تاع الفلوس بالنسبه للمقاطعات، هي مشكل تاع افكار. انا بالنسبه لبنمسيك غنجبد بنمسيك، ومشكل ديال الفلوس كما قلتي. حنا دابا بنمسيك من الاغنى المقاطعات في الدار البيضاء. اولا عندنا المساحه قصيره بزاف الفلوس اللي عندنا هذاك، ثانيا الناس الله يجازيهم بخير المنتخبين والرؤساء السابقين خدموا. حنا ما عندناش ميتو ديال التراب، ما عندناش، حنا دابا الزفت باقي جديد تيتعاود، عندنا هذاك الحجر اللي تيديروا باقي جديد وتيتعاود. حنا اذا ما عندنا اذا من الاغنى الجماعات. حنا ما عمرني جيت وشفت النقاط متبع كجدول الاعمال ولقيت شي نقطه تتصب
فانا غادي نبدلوا العقليه ديال المواطن، غنستثمروا في المواطن. حنا مثلا انت الاستثمار ديال المواطن هو الحمد لله. انت كمعارضه انا ماشي انا كمعارضه كمعارضه حزبيه ماشي معارضه فهمتي ما دخلش داخل ولكن قلنا لك اشنا هي الحوايج اللي دابا لك الحركه الشعبيه هو اللي تيسير مقاطعه بنمسك شنو الحوايج اللي غديروا دابا؟ خاصني اول حاجه نمشي ندير استثمار المنطقه ديالي، ندير نخلق فرص الشغل. هاد الاسواق النموذجيه خلق فرص الشغل، خلق كرامه. غنمشي نقلب على مثلا الجرده اللي كاينه في خوان الصفا الهبطه. انا في 2000 كان واحد العام الله يذكره بخير، كنا جنا ماكدو غيدار تما. اول حاجه وسط الجرده وغتبقى الجرده، على الاقل كنوظف لكم بين 200 و 260 واحد ولاد المنطقه، وغنخلص واحد 150 الف درهم في الشهر. وهاد الحديقه انا غنتكلف بها. جات ماكدو بغات تستثمر في بنمسيك وما خلاوهاش، ما عرفتش شنو هاد اللوبي اللي ما تخليهش. نعطيك انا مثلا سيدي عثمان ها مولاي رشيد، تيقولوا مولاي رشيد منطقه جانبيه الشاب فيها الاجرام، عندها المرجان ديالها، عندها حنا ما عندنا والو. حنا عندنا تيجيو الناس ينعسوا، يجيو من الليل ينعسوا، القهاوي عندنا عاملين. والدليل غنعطيك واحد بان راه كاين واحد الاشكال وغيكون السي حسن واقيلا في راسو. جا المجلس الاعلى للحسابات ودار واحد الملاحظه، كان ديك الساعه باقي السي المهندس اللي التقاعد السي القداح، دار ملاحظه بانه تيعطيو تراخيص للمقاهي بانه على حساب البلون ديال 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 الموبل. واحد ما تيدير الموبل تيدير البلون ديالو تيدير فيها مقهى، هذا القانون. اذا بلا لا لا بغى ياخذ رخصه بلا ما يسوا بلان داميناجمون، هذا القانون. فين ما مشيتي كاين عندك بلان ديالك في القهوه. جا المجلس الاعلى قال لهم لا، انتم غلطتوا، خصكم تعطوا رخص بلا بلان بلا 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 بلان داميناجمون. ما جاوبوهمش مده شهر، طبق عليهم وتسد ما جاوبوهمش. دابا ما قدش الرئيسي سيني المقاهي، كاين خمسه ديال المقاهي عندي في مسيك ما عندهمش الرخيص ديالهم، باستثناء واحده حلت في شارع ديال المدنيه، دخل السيد العام المشكور، والاخر باقي ما تحلوش. وكاين الناس اللي هذا، كاين واحد في امريكا، كاين الناس الجاليه مستثمرين، كاين مستثمر 400 مليون 500 مليون وسد. هذا شنو هو تنقول هذا؟ سوء تدبير، سوء تسير. هذا السيد ما غيحل لي قهوه، على الاقل يخدم لي واحد 10 ديال الناس، على الاقل غيشطب لي قدام محاله. بالنسبه لي اسمح لي سي عزيز نقاطعك، بالنسبه للارض اللي كان فيها الكريان تاع بنمسيك، واش فكرتوا ديروا فيها شي مشروع؟ لا فكرنا الارض ديال مالها في الحقيقه. الارض ديال مالها، ولكن حنا كمجلس كنا خصنا نديروا الدور ديالنا، ما درناش. حنا تنقول لك مع من غتكلم؟ السؤال مطرح واحد، مع من غيتكلم؟ انا مثلا جبت شي غير تجبد فكره تتاول بطريقه اخرى وتتمشي تخدم بطريقه اخرى وتتعود انت بحال ذاك البراني. نعطيك مثال، دابا انا نائب الرئيس هضرنا في اجتماع ديال المكتب السريه، اتفقنا عندنا الدوره نهار 23. انا صحيا ما عندي شي حاجه ماشي هي هذيك، درت مع شي حد غنتلاقى معاه، غيديني المستشفى العسكري في الرباط. عيط لي هذيك الليله، مشيت من نهار الجمعه حضرتش انا الدوره. اولا نهار الجمعه قلنا ما خصهاش تكون الدوره نهار الجمعه، ضدا في الدار. حنا منعهم من المدينه، منعناهم من مجلس العمل، منعناهم بصفه رسميه، ولكن في مقعد المسيكه ما صدعناش منعوهم. انا ملي غبت انا كنائب الرئيس ما جيتش بيسول فيك لا رئيس ولا منتخبين ولا حتى واحد، اذا انت لا تساوي شيئا. انا بقيت مع الطبيب عند تما حتى الربعه د العشيه، وصلت مع شي 6 د العشيه، نعست، فاقت، كليت، بعدنا سوق، بقيت 10 يومين لحد الساعه ما عيطتش لواحد علاش ما جيتيش، وعارفك انت مريض، اذا تهناو منك ملي ما جيتيش. ملي تجي انت مع شي مواطن تيقول لي هذا السيد مع من جا فلان اتي، علاش ما تفكرش انا تقدم الاستقاله؟ لا هذا من الحوايج، لا شوف هذا من الفشل، هذا من نوع الفشل. حنا ما نتسرعوش، حنا الا قلنا بسم الله دابا السيد الرئيس ما تتشوفوش، تعيط لي في التليفون ما تيجاوبكش، تتلقى ما في ديك اللحظه ديك ال 10 دقائق ديال الاجتماع ديال المكتب ما بقيتش تشوفو مثلا من دوره لدوره. اذا انت غتجبد مع هذا الموضوع، تعيط لي في التليفون ما تيجاوبكش، اش غدير دابا؟ غادي من غدير على من تشكي؟ هذا سؤال مطروح. الساكنه تتجيب راسها للدور ما تلقى حتى واحد. الا جدتي غير شي مواطن تقضي مع شي غرض تيقول لهم هذاك علاش مشيتي معك السيد؟ بغيت نصوبك من الجماعة فلان، ما نقفيش، ما خصنيش نصوبو لك، هذاك راه خائن. دابا سي نقفيش شي مثل المعارضه ماشي المعارضه. انا دابا تفاجات ولكن سي حسن الصريح، انا تنقول لك انا حقيقه تنقولها ما خصنيش نكذبو. السكن بمسيك تتسنى فينا وعطينا وعود ما استطعناش باش نقضيو للناس الاغراض ديالهم. الجماعه ديال بمسيك دابا يستحيل ولات بحال كي جي في فيها ما يمكن، موظف خاف منك وتخيم. اذا هذا مشكل، انا سي حسن هذا مشكل، مطروح سؤال مطروح. اذا ما خصنا نتكلم انا، هذا سؤال مطروح. اش نقول لك انا؟ اللجان ما تنجتمعوش، شنو هو الدور ديال اللجان؟ اللجان
زعما خص اللجنه مثلا نتكلموا على لجنه التعمير، لجنه التخطيط، لجنه ديال اذا سميتوا احنا ما يمكنش نعطيك مثلا تجيو للجمعيه تيتشكيو علينا والمواطن تيقول لك احنا ما لقيناش عندنا الحصه ديالنا باش نمشيو نلعبوا في الملعب. تيقول لك الملعب سير عند فلان، فلان شكون هذا الموظف؟ انت تتقاجر كموظف وتسير هذه الجمعيه ديال الموظف مزيان شغلك بطريقه قانونيه، ولكن احنا عندنا مشكل احنا كساكنه كمنتخبين. تيجي عندي واحد تيقول لي بغيت نلعب، تنقول لي ما عندي ما مدوي، حشومه نقول لي ما عندي ما مدوي، تنمشي لليديك تنقول لي الله يخليك انا عندي الملطفيين كثر من 3 شهور وانا تنغوت. اذا كاين شي حاجه تما ما هذاك فريم لا يجي يسدو عليه. انا السي حسن اليوم اقتنعت بان نيت واحد المقاول هو اللي بنى التكوين المهني الوحيد اللي عندكم في المسيك، اللي حنا عطيناه الارض التكوين المهني اللي مسجله فيه الله 5-7% ديال الساكنه اللي مستافده منه. وهذاك المقاول تلاقيت معاه بالصدفه بانه تيحتج حدا التكوين المهني هو العمال ديالو ما تخلصش الان، هادشي ماشي شغل الجامعه حيت التكوين المهني اللي ولكن اللي خاطر الامر هو داك التكوين المهني حال بلا بيمي دافيتي دابا الان وتيقري دابا عامين حيت المقاول هو اللي تيعطيك القاع الاخر باش يدفعها باش ياخذ داك بيمي دافيتي. اذا هاد اذا حنا كمقاطعه ولا كجماعه تعود لقيت يسب تيسب في الساكنه وتيسب المنتخبين. وخاص عزيز مهم دابا حاليا يعني الا بغينا نخرجوا من هذا الاشكال اللي تعرفوا بمقاطعه من المسيك وايضا بعض المقاطعات الاخرى، فين كاين الحل؟ واش الحل كاين ما كاينش في الافكار؟ واش خصنا نزيدوا الفلوس ولا شنو؟ لا الحل اللي كاين هو خصنا نحيدوا ككائنات انتخابيه، ما نبقوش كائنات انتخابيه، نحدنا حنا كائنات انتخابيه راه ما عمرنا غنزيدوا قدام. سي حسن كلمتين. كلمتين، اولا التسيير شنو هو التسيير؟ كما تنقول لك المشرف تيقول لك رئيس والمكتب اي حاجه خص يكون تشارك. التشارك انا كنائب رئيس عندي مصلحه تنتحاسب عليها وتنجي ندير العرض ديالي نهار الدوره الا كان مطلوب مني وتنديرها وتنتكلم وتنجمع اللجان وتنجي ندافع على المصلحه اللي تندافع عليها انا. يعني التشاور والتشارك سير نقطه اخرى. عيطت انت كصحفي تنسير مثلا مصلحه ديال الصحه تنتكلم معك عندي المعطيات. انا دابا تسول انت كصحفي على اي بلاصه في مقاطعه المسيك واخا سي ما نقدرش نجاوبك على سي حسن قلتي التشاور والتنسيق ما بين النقطه الثانيه كاين التنسيق والتشاور شنو اللي كاين. شكرا سي عزيز مؤمن، شكرا سي حسن، شكرا متتبعي قناه الفاس بريس والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.